الليلة غادي نسافروا جميع في واحد الحكاية من نوع آخر. في هذه الحكاية الوالدين هذه المرة ما غاديش نعاتبهم لأنهم كانوا قايمين بالدور ديالهم على أكمل وجه، ولكن صاحبة الحكاية هي اللي غتختار مسار آخر لحياتها واللي غادي يكون مسار فيه غير سبوعة والعقارب، وغتقرر باش أنها تكون واحدة منهم. واحد المدة زمنية كانت يسحب لها راه عايشة دور السبع، ولكن هيهات هيهات فاش غادي تفيق من هاد الغيبوبة ديالها غادي تلقى راسها ولا تضبع اللي جا كيسيرها كيف ما هو بغى أو كيف ما هي بغات، حتى أصبحت تلقب بمجموعة من الألقاب المنبوذين عندنا في مجتمعنا العربي. موضوع حكاية أول مرة في القناة، ما تمشوا فين وبقوا معايا باش تستفدوا من حكاية الليلة. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه. اعتذر عن اخر فيديو اللي كنت حطيت لكم من هذه حكايتي، حيت اليوتيوب حددوا ما بين الفيديوهات اللي ما يقدروش يتشافوا بسهوله الا اذا كانت عندكم اكثر من 18 سنه، وهذا راجع دوك الصور الحقيقيه اللي حطيتها في دوك الفيديو نتاع صاحبة الحكاية اللي خلى ليها الجن من أثر في يديها. المهم هذا علاش باش الفيديو كيجيكم شوية صعيب أنكم تشوفوه. من غير هذا إذا كنت جديد على القناة نقول لك مرحبا بك، وإذا كنت من أهل الدار دار دارك فباش تكون من الأوائل اللي كيتوصلوا بالفيديوهات كيف كيتحطوا، ما تنساش أنك تفعل جرس القناة لتحت. خلي ما تعطلش لكم أكثر ونقول لكم لنبدأ. قبل ما نقول شكون أنا وشنو حكايتي، بغيت نحلف لك بعدا بواحد الحاجه، اقسم بالله العلي العظيم ملي كنقول الحقيقه وكنقول لك الشيء اللي كاين، ماشي واحد البنت اللي كتقول شي حاجه ما كايناش، ولا بغيت غير زعما تعرض القصه ديالي واللي يشوفوها بزاف ديال الناس، ولا لا انا كنقول صراحه وكنقول لك الشيء اللي كاين وكنقسم لك بالله العظيم وكاع هادشي اللي قلت لك في هاد الاوديوات كلشي بصح، كلشي كاين 100%. فكاسم مستعار ليا اختاريت اسم نبيلة. حنا بينا ستة ديال الخوت وانا اصغر بنت عند والديها، تزاديت وسط عائلة فيها الحشمة والحياة. الام ديالي انسانة مزيانة اكثر من القياسونية، والاحتياجات ديالها شبه منعدمين وبسيطين جدا. الام ديالي هي انسانة لأي حاجة قلتيها لها كتثق بيك بدون ما انها تجحد معك. انا وخوتي كنا كنحترموا با بزاف اللي كان صعيب، وخا كنا عايشين حياة زوينة وفيها البساطة، وعمرني ما تخيلت انني غادي نطيح اولا غادي ندوز من هاد الاحداث اللي غادي نشارككم الليلة في حكايتي. كنت ديك البنت الزوينة اللي كتمشي عند باها تيحضنها وكتجلس في حجره، كنفيق على امي اذا طراتني شي حاجة في خاطري ونبكي ونشارك معاها كل شيء. كنت متعلقة بزاف بوالديا، خصوصا واحد الاخت ديالي اللي كنت معتبرها بحال امي، فيما كتخرج كنت كنتبعها وكنت لاصقة فيها بزاف. لما كنت نلقى في الرابع غادي ننتقلوا لواحد المدينة واحدة اخرى اللي غادي نشوف فيها واحد الحوش اللي بنينا فيه الدار، وهنا غادي نقرا الخامس والسادس. في اولى اعدادي كنت كنمر من واحد المراهقه اللي عاديه حتى وصلت للتاسعه اللي غادي نتلاقى مع بنات شويه كبار عليا في السن، بنات اللي كيخرجوا ساعه ساعتين، ها اللي كتعكر فيها، ها اللي كتمشي كتقد في المرحاض عزكم الله ديال المدرسه والدوران والمطر وديك الدساره اللي كتكون قدام المدارس. انا غادي نولي وحده من هاد البنات، وهذا الشيء غادي يخليني انني نعاود في التاسعه. هاد الوقت بابا كان بقى كيخدم في ديك المدينه اللي كنا فيها، حيت اصلا الدوله عطيه الدار تما وكان تيجي الناس السبت والحد. من بعد في داك الصيف نتاع التسعه اللي ما نجحتش فيه غادي نمشي عند با ونقول ليه بلي انني ما بغيتش نعاود التسعه في ديك المدينه، فتحولنا من جديد لعنده، ولكن كنت باقي في نفس التصرفات والتساره ديال المراهقه والمطار والخروج مع الدراري والدور. اللي جا كان كيتفلى عليا حتى وليت كندير المحرمات وكندير حوايج اللي هما خايبين، ومع ان والديا كانوا سايقين فيا بزاف وكانوا خايفين عليا مساكن. امي بعض المرات كانت كتجي مره حدا واحد الجرده حدا المدرسه وكانت كتسناني وتقول لي يلا نمشيو نخرجوا التساراو. كانت كتلقاني مع جماعه ديال الدراري وما كانش كيعجبني الحال، واخا كنت كنعنقها ونبوسها ولكن بحال ما كنتش كنرضى انها تجي تسناني قدام الدراري والبنات. المهم اللي جا كان تيضحك عليا بهذا المعنى. بدوري كنت نعرف واحد السيد اللي كنت معاه واللي كان كبر مني بزاف، كانت عنده ديك 24-25 سنه وانا كانت عندي 14 سنه. ما كنتش كنخاف، ما كنتش كنقول يقدروا يتكرفسوا عليا، مع انه دازو شحال من وحدين اللي درت معاهم بزاف ديال الحوايج. ما عمري ما قلت علاش ما نعزلش راسي ولا نعطي قيمه لراسي، ولا نقول حتى انا الحمية عزيز عليا ونحافظ عليه، ولا نقول لا راه والديا كبروني وعطوني اللي بغيت، وليت طايشه ومع فعايلي وليت غير غادي ونرجع للور. هذاك العام حتى هو ما نجحتش فيه، ومن جديد ديك المدينه ما بقيتش حاملها حيت صغيره وفيها التبرقيق والحضيه، واللي درتها كيجيبوا خباري وفيها بزاف ديال البنات اللي هما خايبين، اذا بانت لهم شي وحده مزيانه ولا داخله سوق راسها ضروري يخرجوا على الطريق، غير الا اذا كانت شي وحده مرزنه. الاجرام كان فيها كثير وخا مدينه صغيره. الصيف نتاع داك العام طلعنا للبلاد وانا في مازال في علاقه مع داك الدري اللي عمري ما تلاقيت به مازال،
كنا كنهضروا غير في التليفون، كنا كنهضروا في جميع المواضيع، لدرجه انني صيفط ليه شحال من التصويره ديالي اللي كانوا مخيلين الحياه. اختي الكبيره غادي تحصلني وتشوهني، واي حاجه تطيح لكم على بالكم انا دوزتها وانا مازال باقا صغيره، وانا بنت عندي 14 سنه. اللي شافني في المظهر ديالي يقول هاد البنيته مؤدبه وبريئه وزوينه، ولكن الداخل ديالي ما عرفش انا راسي براسي كيفاش كنت نفكر ولا حتى فين كان عقلي. ولحد الان هادشي كله راه مازال والو مقارنه مع شنو اللي جاي. كون جاتني غير في التصاور والفيديوهات والخريج راه لاباس، كون راه كنت اليوم على خير. دوزت بزاف ديال الحوايج في عمر صغير اللي ما عرفش كيفاش نتصرف بهم ولا معاهم ولا حتى كيفاش ندوز منهم. مراهقة ديالي جاتني بواحد الطريقه اللي هي هيستيريا، كلشي بغيت نديرو بزز من اي واحد وما عندهمش انهم الحق يدوو معايا. كنت متمرده على العالم، كنت انسانه عنيده، والناس اللي كبر مني ما كنتش كنتسوق ليهم، وكنت كندير داكشي اللي تيقول لي راسي. خلينا فاش كنا في البلاد، الوالد ديالي سولني نبيلة شنو بغيتي ديري، واش جلستي في الدار ولا ديري شي حاجه؟ قلت لا بغيت ندير واحد المدرسه. قال لي شنو بغيتي ديري في هاد المدرسه بهاد النيفو اللي عندك ديال الكاتريام؟ قلت له بغيت ندير فيها الطبخ. طلع لي الزعاف وقال لي لا غادي ديري الخياطه. انا ما كانش عجباني، ولكن قال لي شوفي عندك زوج ديال الحلول، يا اما الخياطه يا اما تجلسي الدار. قلت ليه ما بغيتهاش ابا، راه ما غادي نعطي فيها حتى شي حاجه، ولكن فاش هددني بالدار قلت ليه صافي غادي نديرها. دفعنا الاوراق، وهاد المدرسه فين غادي نقرا كانت بعيده واحد شويه فين حنا ساكنين، تقريبا على رجلي كانت كيخصني الساعه، ولكن اذا كانت عندي شي وسيله باش نمشي بها مثلا كملش 5 دقائق. المهم قريت فيها 4 شهور ما درت فيها والو، ما تسوقش ليها، ما بغيتهاش بهذا المفهوم. با مسكين كان بان ليه تنضرب ديك الطريق، مشى شرا ليا بيكالا دايره 2500 درهم، كيف جابها ليا مشيت ضربت بها دويره ورجعت للدار وهو يسولني كيف جاتك. قلت ليه زوين الله يعطيك الخير. با مسكين على ودنا حنا على ود ولادو تيدير المستحيل غير باش نقراو ونوصلو. المهم وليت كنمشي بالبيكالا، ولكن انا ديك القرايه ما داخلاش ليا لراسي. من بعد ما تعرفت على بنات ودراري جداد ودرت معاهم علاقات، كان واحد الدرب حدا ديك المدرسه شعبي بزاف، والشمكاره والوشامات وصحاب الضرابي والحباسه والبنات اللي والدين من الزنقه، وحتى من المحيا عزكم الله اللي كانوا تيصوبوها غير في الجنانات من تحت الشجر. وانا عاجبني هذاك العالم، قلت الله الحياه. مشيت تعرفت على واحد الدري قال لي نكون انا وياك في علاقه. قلت ليه لا غير خلينا اصدقاء احسن. ولينا عشران، كان تيخرجني بالموتور ديالو، حتى لواحد النهار غادي نتلاقاو مع واحد الدري اللي يلاه خرج من الحبس واللي خوه حتى هو كان حباس. المهم شي تيعرفك على شي، هاد خينا كان كله وشامات، وانا شفتو قلت واو. هاد الامور كانوا تيبهروني ونفسي من 14 سنه، كان تيعجبني هاد النوع من الذكوره اللي صراحه ما عرفتش عقلي كيفاش كان تيفكر انا ذاك. تعرفنا على داك الدري اللي جا معاه واحد البنت واللي غادي نتصاحب معاها، واللي ساكنه في هاد الحي الشعبي، ساكنه مع اختها اللي والدها من الزنقه. كنت معاشره مع هاد البنت، ولكن فاش البنات ديال الحي ديالها بداو كيشوفوني داخله خارجه معاها جروني حتى تصاحبت معاهم وهي بعدت منا. وهنا وليت كنمشي مع البنات الفاسدات 100%، ماشي دوك اللي تيمشيو بالفلوس، دوك الفاسدات بالرغبه ديالهم وعندهم وليدات من اباء مجهولين، كانت حالتهم الظاهريه موسخه عزكم الله، وكيخرجوا غير على ود البليه ديالهم. تصاحبت معاهم، وليت حتى انا اي ذكر بغاني كنمشي معاه بخاطري، الى ان تعرفنا على واحد السيد واحد اخر يلا خرج مشي 9 سنين ديال الحبس حيت كان قاتل شي روح، واللي كان كبير في العمر. وكنا كنمشيو عند واحد الجرده، هاد النهار طمع فيا ودخل لواحد القنت مخبي وحط عليا موس وقال لي غادي ديري هادشي اللي غادي نقول لك. وهنا كان اغتصاب، كتقول نبيله انا ما كنتش باغيه، ولكن للاسف ما دعيتوش، لانني كون دعيتو كان غادي تحبس لمده 5 سنين. انا خفت، قلت مالي الدار غادي يدورو فيا، انا اللي غادي يلوموني اش داك لهاد الانواع وعلاش تمشي وعلاش وعلاش وعلاش، غادي يعاودها للمره الثانيه. وكنت انا وديك البنت وكنت جالسه قدام العماله، جا وقف عليا واحد اخر وكانت معنا ديك البنت، وقف عليا بالموس وقال لي طلعي. درنا 4 ديال البلايص في موتور واحد، داوني لواحد الجنان وبديت تنطلب ونبكي ونزاوك في داك خينا ما تسوقش ليا. فباش ما نديرش به شكايه حيت كنت صغيره، بدا كيقول لي غادي نشريك موتور، غادي نشريك التليفون، غادي ندير لك اي حاجه بغيتيها، بدا كيطمعني. المهم ما تسوقتش ليه. ديك البنت ما وقع ليها والو ببساطه، حيتاش باها كان معروف واختها كانت معروفه، حيتاش كانت مصاحبه مع شي حباس وكانوا كيخافوا منها. ما قدرتش تعاوني ولا تقول ليه دابا نقولها لبا، حيت با كان اعزكم الله كيطبخ المحيه وكيبيعها ليهم، ما تسوقاتش ليا. وانا اصلا ما كان كيعرفني حتى شي حد، وعائلتي ماشي نتاع داكشي، انا اللي دخلت العالم بهذا المفهوم ماشي نتاعي، عالم اللي ما عندي فيه والو وما كنتاميش ليه نهائيا. تشوفيني في حالتي نقيه وزوينه تقولي لي اش داك لهذا الشيء. المهم وليت كنتعاطى، وليت كنشرب مره كنخرج نفسد، وبدات البدايه ديالي في الفساد. خرجت من ديك الخياطه
وليت بالليالي تنخرج من الدار ونقز ب 15 يوم غابره بلا ما نعلمهم، وهما مساكن تيقلبوا عليا ويديروا في الشكايات، يا ما تخسخوا يا ما عياو. امي مسكينه كانت كتعاود ليا، كانت كتخرج بالليالي في البرد، نبيله كتبكي وكتقول كتقول لي امي كنت نخرج في البرد ونقلب عليك في الزناقي ونقول يا ربي نلقى بنتي. مسكينه الوالده قاسات معايا وتعذبات، وكل مره كنت نخرج فيها من الدار كانوا كيرجعوني. من بعد داكشي غير غدا وكنزيد فيه في البليه، ولو كيسدوا عليا في الدار من بعد بزاف وبزاف وبزاف ديال المحاولات، منهم انهم يرجعوني للطريق، وتشوهت معاهم وعييت. كنت باغا نرجع لطريق الصواب ولكن ما كنتش قاده، البليه كانت صعيبه عليا، ما كانش يمكن ليا نكمل في الدار ولا بزاف ديال الحوايج. وهنا وليت عارفه راسي انني دخلت في الخانه ديال الادمان، وليت كنتعاطى المخدرات بكميه كبيره، ولو ما كيعطيونيش داكشي اللي بغيت من نشاط ونزوه، وليت نتعصب ودخلت لمرحله واحده اخرى اني وليت كنضرب الحمي. واحد النهار ما خلاونيش نخرج وانا نهرس واحد المرايه في الدار، باقا كنتفكر داك النهار بحال البارح. كنت قطعت، كنت محتاجه انني نكمل عزاكم الله، ما قديتش نكمل في الدار، كنت باغا نطيح السطح ونطيح منه. فاش ما خلاونيش هزيت واحد المرايه اللي كانت عندي في الصاك، هرستها مع واحد القنت في الدار وضربت الحمي شي 5 ديال الشريطات. الحمد لله اللي كانوا شريطات اللي هما خفاف، عائلتي ما كنتش كنقدر نوريهم يدي، وكنت بحيله باغا نكون مع دوك البنيتات اللي الله يحسن عوانهم ديال الزنقه. هاد البنات الواشمات وضاربين لحمهم كانوا صراحه هما القدوه ديالي، وليت باغا نعيش حياتي ونخرج الزنقه بهذا المعنى. كان تيبان لي هذا العالم زوين وشي حاجه، وهو راه لا شيء غير خراب في خراب في خراب. وهذوك اللي كانوا غارقين وسط هذا العالم كانوا ما كانهينش انهم يخرجوا منه ويعيشوا حياه زوينه بحال ديك اللي كنت عايشه، ولكن ما قادينش يخرجوا من داكشي اللي غرقوا فيه، غرقوا في السرقه في الاجرام وفي الفساد. هذيك البنت اللي كنت انا مصاحبه معاها كانت كديني كنمشيو كنقصروا مع الدراري عزكم الله. واحد النهار ما بقاوش عندنا الفلوس باش نتقداو المخدرات، وهي تقول لي علاش ما نديروش واحد القضيه. كانت معنا واحد البنت وحده اخرى حتى هي كانت هربانه من دارهم، كانت قالت لي يلا نمشيو نشريو واحد 14 واللي هو واحد الموس كبير. قلت لها شنو نديرو به؟ قالت لي نشوفوا شي واحد اللي نكون انا هي الطعم ديالو بهذا المعنى. وفعلا بحكم انها ما كانتش زوينه وطيح ليها الشعر ودايره بحال شي دري حيت دخلت في العالم ديال البليه ولحمها ولا كله مشرط وفمها ازرق وواشمه، فكنت انا هي الطعم وما كانتش باينه فيا البليه، وكنت نقيه وعاطيه العين. كنا كنمشيو حدا واحد السوق، كانت كتقول لي شوفي شي واحد ديري معاه شي ثمن، بحال غادي تمشي معاه على اساس انك غادي تفسدي عساكم الله، ونديو حتى لديك الدخيله يعطيك التصبيق. حنا شنو كنا تنديرو؟ مثلا كنا كنشدو من عند واحد 300 درهم 6000 ريال كتصبيق، حتى كنديو لديك الزنيقه وكنجبدو عليه هذاك الموس وكيجبد لنا داك الشيء اللي بقى ليه وكيهرب. هذا الشيء درناه ثلاثه ديال المرات وصدق معانا، حيت هذوك الدروبه فين تنديوه نتا فين ساكنه ديك البنت ما يقدرش يتجرأ يبغي يضرب معاها، حيت غادي تجيب عليه دوك الشماكريه ويتكرفصوا عليه. حتى لواحد النهار الرابع واحد خينا غادي نديرو ليه نفس الطريقه، دار لينا الشوها في الزنقه، كان حتى هو شمكار ولكن ما كانش باينه فيه، كان تيبان بحال شي واحد مبهلل ولكن هو كان مدوز في الماضي ديالو. غادي يحيح لينا في ديك الزنقه، وجاو تجمعوا علينا الناس وكانوا غادي يجيو البوليس. هربنا ومشينا جلسنا في واحد الدار مع شي دراري، شو غادي يدخل علينا هذاك للدار وقال لنا حطوا لي الفلوس دابا ولا غادي نتكرفس عليكم كاملين. حطينا ليه الفلوس وخرج وقلت له انا صافي هادي والتوبه، ولكن لا ما كانش هادي والتوبه. مشيت في هذاك الهبال وغاديه فيه وانا ما كيناش هنا، حتى كتشوفوا مارين الضرب اللي نبيله صافي تبلات هزال ما ديال بصح، ولاو يشوفوني كنكمي قدام كلشي في القهاوي. واحد النهار باقا نعقل خويا جا القهوه وكيلقاني شاده واحد الكرو عزاكم الله وجالسه كنلعب في الكولفازور مع الدراري والبنات والضحك والنشاط، وهو يجي ليا هز واحد العصا كان غادي يقتلني لو كان ما شدوش. انا هربت ليه ومشيت تلاقيت مع امي في واحد المحل تاع واحد ولد خالي، وقلت ليها هالا على امي يلا نخويو هاد المدينه ونرجعوا فين كنا، هادشي راه ما خدامش ليا، راه خويا غادي يقتلني اليوم. قالت لي شنو وقع بنتي؟ قلت لها شنو كاين وشنو كاين وشنو كاين، ولكن ما قدرتش نقول لها راه كان لقاني شاده واحد الكارو حيتاش ما قديتش. مشات ليام وجات وتعرفت على واحد خاينه، طمعني بغيت نتزوج بيك وغادي ندير ليك ونفعل ليك، اجي لدارنا نعرفك على عائلتي. فجيت استغلني ومن بعد صفتنا لعند واحد صاحبه اللي حتى هو نفس الحاجه، وليت هكاك من واحد لواحد. ورغم هادشي كله عمر شي حد فقدني شرفي لانني كنت صغيره بزاف وكانوا نوعا ما كيخافوا. المهم هذاك صاحبه عندما صفتني داني لواحد المنطقه معروفه وخايبه وخطر واخطر بلاصه في النواحي نتاع ديك المدينه. مشينا لتما وخلاني عند واحد صاحبه ليالي اللي كان كيتكرفس عليا وما كانش عندي كيفاش ندير نهرب. واحد الليله من دوك الليالي غادي يجيو شي دراري واحد اخرين ما كنعرفهمش غادي يسكروا وغادي يشربوني بالزيت مني وغادي يوشموا ليا في ظهري. واحد منهم وشم ليا واحد الوشام ديال الحباسه، كتب ليا علمتني امي الحب والحنان
وعلمتني الدنيا أن لا أثق بأي إنسان. نبيلة صراحة صفتت لي هذه الصورة ولكن ما نقدرش نشاركها معكم. كتقول نبيلة هذه هي العبارة اللي خلاها لي في ظهري وكنتفكرها ديما، حتى كنبغي ننساها وكندوش وفاش كتبغي تجي تحكي لي أمي ظهري كنتفكرها، ولكن العبارة ديما في راسي واخا كنسى واش راني دايره شي وشام. تخيلوا هاد خينا كان في اللي كيلبسني وكيقول لي ديري الماكياج، وكان كيخرجني الشانطي وتيقول لي وقفي شي طوموبيل غير انا تنوقفها وهو تيهجم عليهم، وانا هادشي كان خارج السيطره ديالي، ما كنتش تنقدر عليه ولا نقدر نقول ليه لا، حيت كان شادني بزز مني وكان تيهددني اذا تحركتي هنا ولا هنا غادي ندير لك خريطه في وجهك. بقيت معاه هكاك حتى لواحد النهار عيا مني وخاف لي نوض عليه شي مشكل، وليت حالتي وضعيفه بزاف وما كناكلش وموسخه من داكشي اللي دوزت. من بعد شدوني وجابوني في الطوموبيل ولحوني في واحد الطريق، جيت واحد الحبس. من بعد هادشي والو، مره اخرى ما تعلمتش الدرس وبقيت مستمره في داك الهبال اللي ما بغاش يتقاضى، وعياو معايا موالين الدار كنهربو كيرجعوني كنهربو كيرجعوني وكيديروا فيا الثقه ويخليوني من جديد نخرج، تيقولوا لا راه ربما صافي هداها الله، وكنعاود نرجع لحالتي. كنت كنخرج ونطفي التليفون وما تيشوفونيش وكنت كندير اللي بغيت. هادشي كله وانا مازال ما وصلتش ل 18 سنه. من بعدها غادي نشم الحرف نتاع واحد الشخص وشمت واحد الوشام واحد اخر، المهم شوهت بما تحمله الكلمه من معنى. وهنا غادي ننتقل لمرحله واحده اخرى من الحكايه. واحد النهار غادي نتعرف على واحد خينا اخر اللي كان خدام في الحبس وكان محبوس، كنهضر معاه بالسوايع. تدازت عام ونص وخرج من الحبس، بقيت معاه في علاقه لمده عامين، كنمشي معاه لدارهم مابقيتش كنبات برا في دارنا، ونوعا ما جمعت راسي بقيت غير معاه هو مابقيتش عطيها الفساد. كان شاد فيا بيديه وبرجليه وعاودت ليه الماضي ديالي بالتفاصيل ديالو، وكان اول شخص غادي نعطيه شرفي. من بعد حصلت عليه شي تصاور ديال الخيانه، بكيت وبقى فيا الحال، وهنا مجيت غادي تكون بدايه الانحراف، غادي نمشي نخونه، وهذا كان خطا كبير لانه الدري ماشي هو البنت. المهم قلتها ليه فلان ها شنو درتي وانا راني شنو درت في المقابل، بغيتي تبقى مرحبا ما بغيتيش الله يعاون. ولات واحد العلاقه ما بيناتنا مسمومه، ولات كلها شك. انا في هذا الوقت غادي ندخل للحلاقه اللي خلصت عليا اختي الكبيره اللي قريت فيها عام ونص، ندخل لعالم واحد اخر فساد وشلا حوايج، غير هو الفساد وشدي الفلوس. تغريت بالمظاهر، قرا معايا بنات عندهم طوموبيلات تليفونات سبرديلات، ولكن منين من الفساد تاع بعض الناس من الدول العربيه، من الفسق والشطيح في الكباريات. فاش كنت كنقرا في حلاقه ما كنتش كنفسد صراحه بزاف، كنت داخله وما داخلاش سوق راسي، كنت كنتمشى فعلا مع البنات وكنت كنفسد مره في شهرين في شهر ونص. هذاك خينا مع من كنت كان كل مره كيحصل عليا شي حاجه، وحتى انا كنت كنحصلها عليه، وليت كنتناقش معاه ولينا كنتغاوتو. امي ساقت الخبار ولات تقول لي اش هاد الشيء واش هاد الحاله، واش بصح انا ويا معاه الزواج، اش غادي تبني انت وياه، هو عاطي با دار ولكن هو ما تيخدمش ومبلي وناوي معايا المعقول. من بعد شي ايام غادي يخوني مع شي وحده اخرى، لقيت الفيديو ديالهم في التليفون في ديك الدار اللي كانت يقول لي اقسم بالله يا نبيلة ما غادي تدخل ليها شي وحده من غيرك، وانت هي اللي غتدخلي فيها وتكبري فيها ولادنا وهادي وهادي وهادي. ما بقيتش كنثق فيه وكذب الفيديو اللي لقيت عنده، غادي ننتقم منه في اني نخونه مع واحد اخر حدانا اللي حتى هو حبات وقلتها ليه. بالليل وانا جالسه في دارنا مع اختي حتى كنسمع شي حد تيدق الباب، قالت لي امي راه خوك هذاك سيري حلي. قلت ليها لا راه فلان سكران اللي هو داك اللي ساكن حدانا مع من ختمت هذاك الخليل ديالي. قالوا لي شنو بغيتي؟ قالوا لي بغيت نبيله. قال لهم هبطوها ليا وغادي تعرفوا كل شيء. غير انا سمعت ديك هبطوها ليا جمدوا ليا الركابي. هبط عنده خويا وقال لي شنو بغيتيها سير في حالك. قال لي انا بغيتها جيبوها ليا ندير بها دابا العقد راني كنبغيها. المهم تشوهت مره اخرى في الدرب وقدام دارنا. في الدار سولوني فين كتعرفيه، قلت لهم لا راه غير كيتعرض ليا في الزنقه وما كنتسوقش ليه داكشي باش تيدير ليا بحال هادشي. المهم تيقوني نوعا ما. دازو بزاف ديال التفاصيل وبزاف ديال الاحداث. باختصار مفيد غادي نتفاجئوا بالموت نتاع هذا الشخص اللي دار كسيده وجاه ارتجاج في الدماغ وتشوهت كبدات مو عليه، وحتى حنا بقى فينا واخا درت انا وياه شحال من حاجه حرام الله يسمح لي والله يسمح ليه. صراحه انا اللي خرجت معاه الحدود. من بعد هذا الامر اضطريت باش انني نراجع اوراق حياتي مع نفسي، حيت ما يمكنش نبقى غادي في هذا الطريق. عاهدت نفسي انني ندير كل ما في جهدي غير باش ننجح في التوبه ديالي. مو با عندهم دور كبير على حياتي، بغاو ليا مصلحتي. انا اليوم تبت وحبست على هادشي كله هذيك اكثر من سنه، باقي خوتي اللي كيشكوا فيا اني نقدر نرجع للماضي الموسخ ديالي، ولكن ما عارفينش بلي هذه هي النهايه. انا اليوم كنعيش معاناه مع الضربات والوشمات اللي فيا، كنمرض فاش كيسولني شي حد عليهم واش نتي دوزتي كاع هادشي، واش كنتي شمكاره. كنكون تنتناقش مع اختي حتى كتقول لي واش نسيتي راسك شنو كنتي كديري. انا عارفه بلي انه كان خصني نحافظ على راسي وما نديرش محرمات، وان والديا ما نعذبهمش معايا. با مسكين اللي دابا تيقول لخوتي شدوا ليها الخاطر لا دير شي حاجه وتمرض من جديد. ما عارفينش بلي انا راه صافي عهدت نفسي اني عمرني ما نرجع للور. الحمد لله ربي عداني
والديا جروني من طريق اللي كان صعيب انني نرجع منه، وقفوا معايا والله يسمح لي منهم. هذه هي قصتي، حاولت نختصر بزاف ديال الحوايج حيت شحال قدني نعاود ورا نهضر من ادمان ومراهقه وطيش وفساد واغتصاب. الله يسمح لي، انا عندي طلب صغير ليكم او بالاحرى كبير. انا حكايتي شاركتها معكم لهدف واحد، هو رسالتي للبنات والمراهقات او البالغات انهم يتصنتوا للهضره ديال والديهم، وانه الزنقه ما عندهم فاش غادي تنفعهم. انا عارفه بلي انه من بعد هادشي اللي عاودت لكم ما كنظنش انكم غتعاطفوا معايا، ولا حتى من بعد كاع داكشي اللي دوزت على والديا، ولكن انا ما كرهتش انه شي محسن يعاونني اذا قدر باش انني نحيد دوك الوشامات اللي فيا. انا ما بغيتش فلوس، انا بغيت الماده ولا الناس يصيفطوا لي شي حاجه خصوصيه. انا علمت التوبه ديالي، وكل نهار كنتقاتل مع راسي باش نرضي الله ووالديا. تخيلوا، ورغم هادشي كله عمر شي حد فوالديا هز عليا يديه، وهادشي باش تيبقى فيا الحال واحد الدرجه اللي هي كبيره بزاف. كنت كنسمع بزاف ديال القصص نتاع بنات كيهربوا حيت والديهم يا اما حصلوهم او تجرب عليهم الدار. انا والديا شدوا فيا بسنانهم ورجليهم وخشوتهم وما خلاونيش نتلاح في الزنقه. لو كان ما كانوش خوتي والديا كنت غادي نضيع اكثر واكثر واكثر، كنت غادي نجيب لربما الله يحفظ شي كرش من الزنقه، كنت غادي نغطس في العالم ديال البلية. انا دائما تنقول لو كان ضربيا الزمان كنت بزاف ديال الحوايج ما غاديش نديرهم. من بعد ما تبت الحمد لله تعذبت صراحه نفسيا بزاف، لدرجه انه وليت كنسد عليا في التواليت عزكم الله، وكان بكي في البيت وكان بكي، وليت حساسه بزاف وما بقيتش صلايبه. وغير اذا شي حد فكرني في الماضي ديالي كينزلوا دموعي، اللي اذاني كنهز صلايتي وكنمشي نسجد ونبكي، وكندوي مع ربي توب عليا حيت اللي دوزت ما كانش قليل. والديا ما قارينش ولكن واعيين، ومشاو معايا بالتي هي احسن وما ضربونيش. الحمد لله انا وليت اليوم كنتستر في لباسي وتنفكر كاع في الحجاب على قلب طاهر اللي عمرني في حياتي ما فكرت فيه، وكنسمع دروس دينيه باش نستافد، وليت نقرا القران بالتمعن. امنيتي ان الله ما يدينيش عنده حتى نلقى اللي يعاونني نحيد دوك الوشامات اللي داروا ليا وشي وحدين درتهم بيديا. وهذه هي حكايتي صراحه. هذه اول مره كنسمع شي قصه بحال هكا. صحيح اننا كنتلاقاو مع بزاف ديال النبيلات في الزنقه بحال هذا النوع، ولكن كل وحده والظرف ديالها اللي خلاها دير هذاك الامور، واخا ما كاينش عذر. غير في القصه ديال نبيله سبحان الله ما كان عندها حتى شي عذر، كان طيش ديال المراهقه. سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام قال كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الانسان كيبقى ضعيف ولا يخلو من الخطيئه، ولكن ربي دائما فتح الباب التوبه ديالو للعباده ديالو. ما عنديش الحق انني نعاتبك، وما عند الحق حتى شي واحد اللي غادي يشوف هذه الحكايه انه يعاتبك، لانه انت اليوم نفسك كتعاتبك. والحمد لله ربي داك الطريق الصواب اللي كنتمنى من مولانا انه يثبتك عليه ويثبتنا عليه اجمعين. هو صراحه درس غادي ياخذوا المراهقات والجميع باش انهم يعرفوا باللي هذا الطريق ماشي هو الصحيح اكيد، وما كيؤدي الا للهلاك. وكيف ديما تنقول نختاروا بعنايه الاصدقاء ديالنا، حيت يا اما كيهبطوك واما كيطلعوك، واذا ما لقيتيش اللي يصلح ليك من الاحسن انك تسلك الطريق ديالك بوحدك. وغير باش تكونوا مفاهمين نبيله، اي حاجه تذكرت في هذه القصه انا وياك المشاهدين الكرام عارفين مزيان باللي انها لا تتفق ابدا مع الشريعه ديال مولانا ورسوله. اي حاجه وقعت في هذه القصه كان طايش مع بزاف من المداخل الشيطانيه، وقلب كان بعيد على مولانا اللي خلى هادشي كله يوقع. الحمد لله على نعمه الاسلام والايمان، والله يثبتنا اجمعين على سنه الله ورسوله. اذا عندكم شي كلام ينهض بحال نبيله فما كرهتكمش انكم ما تبخلوش عليها، وعافاكم اذا كان فيكم شي محسن بغى يدير شي اجر يتواصل معايا، نصفت لي التصاور باش يتاكد باللي من الوشامات اللي نبيله داروا فيها. خفت انني نشاركهم على اليوتيوب ويمنع الفيديو، داكشي باش خليتهم في الخصوص، واكيد ربي كيجازي كل واحد على الاجر ديالو. دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو في مقاريب. سلام سلام.